السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير واليمن والبركات مشاهدين قناة الريان وجمهورنا في برنامج فيه العافية. نطل عليكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الرمضاني، واللي نقدم لكم فيه كل يوم أكلة جديدة وطبق جديد من مطبخنا القطري. ومثل كل يوم الأطباق والمقادير راح تكون مع الشيف حصة السليطي، رائدة الأعمال وصاحبة مطبخ طباخ الوالدة للأكلات الشعبية وأيضا جو كريسبي للأكلات السريعة. شيف حصة مرحبا بك ومساك الله بالخير. مساك الله بالنور، حياك الله حبيبتي مريم، مساكم الله بالخير وحياكم الله في برنامجكم فيه العافية. تقبل الله طاعتكم، وإن شاء الله اليوم اخترنا لكم طبقين من الأطباق الشعبية المشهورة عندنا، وما في سفرة قطرية تخلى من هالأطباق. ان شاء الله انها تعجبكم باذن الله. شوقتينا مع المكونات الكثيره هذه، شنو راح نسوي اليوم؟ بنسوي اليوم احنا الكباب وبنسوي الخنفروش. حلو، راح تعلميني باذن الله. انا ما اعرف كباب نخيل. ان شاء الله انك بتضبطينا باذن الله. باذن الله، الله طباخ الوالده نفسها راح تسوي لنا من يدها كباب بإذن نخيل الله. باذن الله. طيب المكونات كثيره، نبتدي بالكباب ان شاء الله. عندنا هني كيلو طحين نخيل، 4 أكواب ماي، عندنا بصل أخضر كوب، شبت كوب، جلجلان كوب، عندنا بصل كوب، عندنا طماط مبشور كوب، عندنا هني البيض، ثوم، كمون قفشة كبيرة، نص قفشة فلفل أسود، نص قفشة كركم، ونص قفشة دقوس، ملح، وقفشة بيكنج بودر. عندنا هني كزبرة مفرومة، فلفل مجروش، وصبار منقوع. هاي بالنسبة للكباب. الحين راح ندش على الخنفروش. اي نعم. طيب نبتدي مع مكونات الخنفروش. عندنا كوبين طحين رقم 1، كوب حليب بودرة، كوب سميد، 5 حبات بيض، كوب دهن، كوب ونص سكر، نص كوب حليب فرش، منقوع ماي الورد والزعفران، عندنا هني هيل مطحون، وسمسم للتزيين، وقشطة. ما شاء الله المكونات كثيرة اليوم. المكونات وايد، لكن إن شاء الله الطريقة سهلة بإذن الله. إن شاء الله. أنا ركز على شنو؟ على الحليب. الحليب وايد أحب حبيب. الحليب الصيام وتعابه، أنا بالنسبة لي الحليب يرويني. أكيد حبيبتي. طيب إيش رأيك نبتدي؟ يلا إن شاء الله راح نبتدي بالكباب. نبتدي بالكباب. تحبين هالصحن عشان نخلط فيه؟ حبيبتي مع التمر الخشب. تفضلي. تفضلي حبيبتي. راح نحط اول شيء، اول شيء بنحط ال لازم تسهلين البصل، البصل الاخضر. وفي ناس تحب تحط فيه البقل، بس انا ما اضيفه حق الكباب عندي، اللي حاب يضيفه. حط الكزبره. البصل مكون رئيسي في كباب النخلي صحيح؟ يطلع طعم حلو، مو بيطلع، يعطي طعم حلو ويعطي نكهة بعد. شيف في كباب النخلي غالبا احب ان انا احط انواع ثانية من الخضرة. اللي ودك، اللي ودك، وتكون خضرة اللي تحبين يعني. تقدرين تحطين بإذن الله. وتكون خضرة تقريبا مبشورة. ممكن. اي ممكن، اللي تحبينه تحطينه. دائما اكل البيت غير، لانك انت تسوين الاطباق اللي انت تحبينها وتختارين المكونات اللي انت تحبينها. صحيح. والمطبخ ما في قانون، شو تحبين ضيفي. الشيف قاعد تتكلم عن قانون المطبخ، انا اللي قاعد افكر فيه، تشوفوا النظام شو يسوي، يسهل علينا عملية الطبخ. أكيد. منظمة كل شيء قدامها وحطتها بنفس المقادير، هي وهي يعني تخلط، كل شيء موجود، كل شيء جاهز، كل شيء سريع عندنا، كل شيء منظم، ما راح تنسين شيء يا شيف. أكيد إذا المكونات كلها عندك جاهزة يسهل عليك أنت الطبخ. سهل عليك. نعم، والتنظيم في حياتنا وايد مهم في كل شيء، مو بس في الطبخ. صحيح. في كل شيء سبحان الله. شيف أنا درست تخصص إدارة،
إدارة ومالية. وايد حبيت فكرة إن الإدارة مصرين علينا طوال 4 سنوات إن ما تنسون الإدارة مرتبطة بالتنظيم. إينا. تنظيم تخطيط إدارة مهمة الإدارة في كل حياتنا. حتى في ديننا الإسلامي عندنا وسيلة ربانية مؤقت رباني اللي هو الصلاة نقدر نقول صحيح في أوقات محددة، ففعلا نقدر ناخذها كنوع من الإدارة أن احنا ننظم وقتنا بعد الصلاة. سبحان الله. اي نعم بكذي يكون اختلط معنا أو اختلطت المكونات صحيح. اي نعم. والخضرة اللي استخدمناها كلها من مزرعتي يعطيهم العافية، مو مقصرين معنا مزرعتي. خضار فرش ضفنا الماي 4 أكواب. راح ننزل شوي شوي شيء. نعم اي نعم. بسم الله نضيف على هالخطوة الماي والطحين هاي الكباب شوي شوي ننزله تدريجي الماي ويا عشان ما ينقص عندنا. والملح بعد على حسب الرغبة، انا حطيت قفشتين. تحبين الاكل مالح شيف؟ اكيد الاكل بدون ملح ما له طعم. صحيح. بس طبعا نراعي الناس اللي فيهم الضغط اللي فيهم، واحد بعد يراعي الناس اللي معاه. صحيح. بس تقدرين حتى تقسمين هالخلطه تقسمينها قسمين، قسم تحطين فيه تزيدين فيه مثلا الفلفل، تزيدين فيه الملح حق الناس اللي ما تحب الفلفل تقسمينها، والقسم الثاني تزيدين فيه الملح تزيدين فيه الفلفل اللي تحبينه. والله يا شيف فكرة حلوة صراحة، ما 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 جت في بالي، بس نفس المكونات اللي راح نسويها الحين نقسمها. اي نعم. حتى الخنفروش في ناس ما تحب السمسم، اقسمي الخلطة قسمين، نص فيه سمسم والنص الثاني حق اللي ما يحب. صحيح. منو ما يحب الخنفروش؟ اي والله منو ما يحب الخنفروش، اكلة رئيسية، حتى اللي ما يحبه لازم يجرب له حبة. اكيد اكلاتنا الشعبية ترى ما لنا غنى عنها، وايد حلوة ولذيذة. وشي حلو شيف ان تراثنا واكلاتنا التراثية مرتبطة برمضان. اكيد صح. وبعدين اكلاتنا دائما حتى اللي سويناها في الايام العادية نتذكر رمضان. صحيح. وايد قلت هالسالفة، رمضان منبع للحب والتآلف والود بين الناس وبين العوائل. شيء اكيد. سبحان الله. اهم شيء ان احنا ما نستعجل بالخلط ونخلي الطريقة او المكونات تاخذ راحتها واحنا نخلطها. اي عشان ما نزعل بعدين نقول اخترب ولا صار شيء في الطبخة. جهزت بس نبغي الملة. راح نسوي الخنفروش. نسوي الخنفروش البيض اول حبيبتي مع السكر ان شاء الله. تفضلي. دام فضلك حبيبتي دائما البيض مع السكر تخلطه. احنا بس يمكن شيء لان في مطبخ خارجي قاعد نستخدم هذه الاداه صح؟ اي نعم. لكن هم عندهم في المطبخ الداخلي يقدرون يستخدموها بالماكينه. واسهل واسرع. اسهل ويذوب بسرعه السكر عندهم. اساعدك؟ اي حبيبتي. اول مره اساعدك في شيء اليوم؟ لا بالعكس ما تقصرين يا حبيبتي. نحط منقوع الليل. ماي ورد الزعفران. نضيف الحليب. شيف حتى الخنفروش واكلاتنا الشعبية شوية صار فيها تطور. اي نعم حبيبتي. يعني ما شاء الله بناتنا بعد مبدعات. مبدعات ما شاء الله. يسوون خنفروش ويحطون معاه صوص. اي نعم صح. ما شاء الله بنات هالقطار كلهم مبدعات. صح.
قاموا يبتكرون ويضيفون. هذا شنو شيء؟ هاي سميد، كوب واحد سميد. في ناس يسوونه بعد بطحين العيش، وعلى حسب انتي شو تحبين. قشطة اقرب لك الاشياء. جزاك الله خير. السمسم اخر شيء. السمسم راح يكون مع ال، وفي ناس اقول لك يسوونه بطحين العيش. احنا اليوم شنو الطحين اللي مستخدمينه؟ طحين رقم واحد وحطيت سميد. وفي ناس يسوون يخلطون معه طحين العيش، يعني الطحين العادي مع طحين العيش. كل واحد واللي يشوفه حلو. ايه كل واحد وطريقته، او انه ما يحطون طحين رقم واحد، يحطون كله طحين عيش. نقول لك المطبخ ما في قانون، اللي تحبينه تسوينه. اني بضيف عندي الطحين تدريجي. اليوم احنا نسوي لهم طبق حلو، طبق مالح. اي نعم حبيبتي، كلها اطباق، وكلها اطباق شعبيه صح، محببه عند الكل. شكرا حبيبتي. هذا القوام المطلوب. اي نعم حبيبتي. من الخنفروش الحين بنقلي. راح نبتدي بالخنفروش. اي نعم. بالبساطة اللي يطلع معنا، ما له داعي بشكليات هاي. حلوه البساطه، نرجع نسوي الصحه شيء. اي نعم. وفي الحين بعد في مكاين يعني خاصه في الخنفروش بس حلو كذي ما نعقد الامور ونقدمه بهالبساطه. اكيد. ونرجع نسول. اكيد يا حبيبتي. يعني موضوع وايد بسيط، قفشه ونغرف وخلاص. اي نعم. قاعد تسهلينا لنا شيء. قبل ترى اكلنا اكلنا الشعبي اصلا هو سهل. انت قاعد تسهلين لنا حبيبتي. ان شاء الله يا رب برنامج فيه العافيه هالسنه يكون مرجع لكل شخص حاب يبتدي في مجال الطبخ، ومرجع حق كل اللي يعرف يطبخ بس انه عنده مشكله في الاكلات الشعبيه. اي نعم باذن حبيبتي. الله باذن الله. نكاتنا الاصيله، طبخ الوالده، طبخ امهاتنا الاول. تسلم يدك شيف على هالطبخات اللي تقدمينها لنا. الله يسلمك من كل شر يا حبيبتي، وان شاء الله انها تعجبهم ويطبقونها وما ينسون يدعون لنا باذن الله. دعوة جميلة منهم على الفطور تفرق معنا، ورب العالمين راح يستجيب بإذن الله. للصايم دعوة ما ترد. طيب الحين راح نسوي كباب النخي. اي نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ببساطة شيء قاعد تسهلين الأمور بإذن الله يا حبيبتي. طيب كم يبي لها عشان تتلون أو تاخذ اللون اللي احنا نبيه؟ تقريبا ربع ساعة بنكون خلصنا ان شاء الله. خليك تاخذين راحتك شيف مع هالمكونات ونرجع لك ان شاء الله. مشاهدينا الشيف مثل ما تشوفون حطت كباب النخي وحطت الخنفروش على الزيت. خلونا نروح فاصل ونرجع نشوف شنو صار وشلون صارت الالوان مع بعض. رجعنا لكم مرة ثانية مشاهدينا من بعد الفاصل، مكملين بحلقتنا لليوم في برنامج فيه العافية. مسوي لكم الخنفروش ومسوي لكم كباب النخي. شيف وين وصلنا؟ جهز عندنا الخنفروش وجهز عندنا الكباب. الحين بس بنسوي صوص الصبار. بيكون شيء بسيط صحيح؟ اي نعم. الصبار راح يكون مع كباب النخي. اي نعم حبيبتي، على حسب الرغبة اللي حاب.
ما شاء الله على الشيف، أول مرة أشوف هالصوص راح يكون معنا. وايد حلو ولذيذ، ولذيذ طعمه مع النخ مع الكباب. وايد حلو ولذيذ مع الكباب. شيف أنا كل يوم أقول بجرب هالطبخة من إيدك بعد الفطور، بتطلع أحلى وحدة. تبارك الرحمن، كل مرة تتحفينا بشيء جديد. حبيبتي الله يبارك لك يا رب في كل رزقك، ويبارك لك ويجزيك الخير على اللي تسوينه معنا، تعطينا حتى خلطاتك السرية في طباخ الوالدة. حبيبتي حبيبتي يا مريم، تستاهلون كل خير، متابعينا يستاهلون كل خير. صحيح، وإن شاء الله يا رب نشوفهم يطبخون نفس الطبخات ويصير أحلى بعد بإذن الله. سهل عليهم ويصير أحلى إن شاء الله. الشيف، بما أن احنا قاعد نتكلم عن طباخ الوالدة، ما شاء الله عندك طباخ الوالدة، وما شاء الله عندك أيضا جو كريسبي حق الأكلات السريعة، صحيح؟ أيوة. ليش نية بعد تدشين في يعني مطابخ ثانية غير العربي وغير غير القطري بالتحديد، وغير الأكلات السريعة؟ بإذن الله إن شاء الله أنه قريب بنفتتح مطعم إن شاء الله. بإذن الله. وهاي من مقترحات الزباين عندنا، يعني احنا فكرنا نسوي هالمطعم علشان نلبي اللي هم طلبوه منا. دائما موجوده حق الاخر شيف. حبيبتي يا مريم، حطي لنا فلفل، الفلفل على حسب الرغبه. صبار وبقدونس. ايوه بقدونس مطحون، شويه في نعناع وفلفل. ايوه فلفل مجروش. هذه بعد من الاكلات الحلوه والاطباق الحلوه اللي ممكن تكون نقصه حق صله الرحم والجيران. اكيد يا حبيبتي، ما ننسى الجيران وما ننسى اهلنا. صح، وسبب في ان نزيد المحبه والتواصل فيما بينهم وبيننا. حلو الواحد يحس قاعد في مكان ويحس انه في الفه المكان اللي هو فيه، يشعر بالامان بعد. أعتقد خلاص عرفت الشيف حصة، تحب الدقة وتحب النظام وتحب إن حتى الطبق اللي تسويه يكون جميل. حبيبي تستاهلون كل خير، تستاهلون كل خير يا حبيبي. تسلم يدك على اللي تقدمينه لنا. الله يسلمك يا حبيبي. اليوم ما عندنا وردة؟ هذه وردتنا اليوم. هذه الوردة الصاص اللي بالوسط. ما نقدر نحطها لأن طبق مالح وطبق حلو. صحيح. خليني أشيل هذا شيف ونجمل لهم الأطباق اليوم. مشاهدينا، كانت هذه اطباقنا الجميله، سوينا لكم الخنفروش، بعد سوينا لكم كباب النخي. شيف يعطيك العافيه شيف، ومشاهدينا يعطيكم انتم بعد العافيه، كنتوا معنا في حلقه اليوم، قدمنا لكم طبق حلو من مطبخنا القطري اللي هو الخنفروش، وايضا طبق مالح من مطبخنا القطري اللي هو كباب النخي، وزودت علينا الشيف صلصه دائما تتحفنا بشيء مبدع في اطباقها. شكرا على وجودكم معنا ومتابعتكم لنا، ان شاء الله نشوفكم في حلقات ثانيه باطباق قطريه تراثيه شعبيه. كونوا معنا، في امان الله.